السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. شاهدنا في الآونة الأخيرة هذه باش نعطيكم معلومات الصفحة تاع مانشستر سيتي باللغة العربية اللي متحكمين فيها هما إماراتيين، على بالكم باش يكون على بالكم دائما، وين استهزاء بعقول محبين وجزائريين رياض محرز. هذه باش يكون على بالكم، وين حتى الانصار تاع السيتي يتهمون النادي بالتضليل، يعني في المعلومات، وين التضليل في شان كيفاش تهموهم، تهموا هذا النادي بالتضليل على تويتر، وشان كيفاش وين هدرناها بالك في واحد السيمانه ولا، قلت لكم يا ودي هذيك الصفحه هذيك متحكمين فيها الاماراتيين. ايا سايبيننا حنا طايحين دب 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 دب، ايا متحكمين بيها. كون خاطر يدلك تصويره محرز يتريني، دايلك محرز كم من نتيجه اليوم، دايلك تصويره تاع محرز كم تتكهن بالنتيجه، كم من كم من كم من، وين اثرت منشورات النادي مانشستر سيتي الانجليزي على منصه التواصل منصة تويتر موجة غضب عارمة بسبب نشرها في كل مرة أخبار عن مشاركة رياض محرز قبل كل مباراة. ونشر النادي على تويتر مساء الاثنين الساحل العرب يستعد للديربي، وهذا كتأكيد على مشاركة محرز أساسي يوم الأحد المقبل في ديربي. يعني نقولوا بلي اليوم وين الأنصار وين انتفضوا ضد هذا، خاصة وين باللغة العربية، ذاك اللي خاطش الناس يتساءل قال لك كيفاش هذو الأخبار ما نشوفوهمش في الصفحة الرسمية باللغة الإنجليزية تاع مانشستر سيتي، علاه نشوفوها صفحة رسمية باللغة العربية بصح لا ما نشوفوهاش في الصفحة كذلك في الصفحة الرسمية باللغة الإنجليزية؟ علاش نشوفوا غير في تاع العربية؟ شو كيفاش؟ وين قلتها لكم لازم، قلت لكم بلي هادو يكذبوا على نجوم أفارقة، يكذبوا نورمال، يقول لك رايح راه جاي راه في الدورة راه من راه من راه من، بصح النجوم أوروبيين أو حتى كيما نقولوا حنا جماعة اللي جايين من البرازيل الأرجنتين ما يكذبوش عليهم، يعطوكم المعلومة، يعطوا المعلومة مدققة، ما يكذبش عليك. بصح على المسلمين العرب ولا الأفارقة دائما وين يدوروا فيهم، يدوروا مع لي زافريكا، هذه هي، وما يكونش كاين لي ماتش ولا يدخلها لك هذاك راه رايح منا، هذاك راه رايح منا، هذاك رايح منا، وتوعد فريق تيمو كيما هو لا وين راه الربط، ادخلوا شوفوا الربط، ها راه الربط قال، ها راه رابطينه، ها راه محلينه، روحوا ادخلوا، ها راه. وليست هذه المرة الأولى التي ينشر فيها النادي تغريدة مماثلة على صفحته، حيث نشر قبل موقعة نيوكاسل صورة محرز مرفوقة بتعليق ما هي توقعاتكم للمباراة مانشستر سيتي الأخيرة في عام 2020 بملعب الاتحاد، وجاء في منشور آخر تحمل صورة حروز تسبق مواجهة السيتي، وقريبا سنعود للاحتفال بالأهداف والانتصارات، ومرة أخرى ساحر العرب يصنع الفرق. من أشعل أنصار سيتي منصة تويتر بالانتقادات رد على هذه المنشورات بشأن قضية محرز، ووضعوا فيها إدارة في حرج بسبب ما تقوم به قبل كل مباراة يلعبها الفريق. وأكد المتتبعين في تعليقاتهم بأن هذه المنشورات مجرد امتصاص غضب جماهير الجزائرية والعربية ومحبين لرياض محرز، وهي تخالف الواقع الذي يترجمه الفيلسوف غوارديولا بترك محرز في الدكة الاحتياط. وعلق من يسمي نفسه بالاس لا تخف سيبقى في مكانه الأصلي وهو الدكة. وأضاف يعني يستعد وين محرز، شو كيفاش مصطفى روجي، هذو التعليقات تاع الإماراتيين باش يكون على بالكم، يستعد للجلوس على مقعد البدلاء. محرز لا تخاف يا محرز، أنت تستعد للجلوس على مقعد البدلاء كالعادة. وتساءل آخرون، نحن نجد في هذه الصفحة العربية فقط، لماذا لا تكتبها صفحة رسمية بالإنجليزية؟ السؤال يبقى مطروح، يعني دروك وصح على بالك تدخل
تدخل الصفحه الانجليزيه، الصفحه تاع مانشستر سيتي بالانجليزيه، ما تشوفش هذو التصاوير تاع محرز، ماشي ما نشوفوش التصاوير تاع محرز، بصح ما نشوفوش هذه تاع على قلت لكم باللي مام كاين حنا يوتيوبر جزائريين ولا الناس فيسبوك ولاو يجيبوا مصطلح تاع خليجيين، ولاو بالمصطلح تاع الخليجيه، حروز حروز، يا هلا يا كاش، حنا هذه ماشي هضرتنا هذه، حنا يا تاع حنا هضره سم برك، السم برك يا ودعم، ماشي هضرتنا كاع، جبتوا لنا هضره تاع نقوش، جبتوا لنا هضره تاع ناس ما كاش كاع صاحبي، انا هضرتنا وين راهي هنايا. وين فاني كذلك، وين واحد فاني وين شوف كيفاش مالي يسموه، وين هذا صاحب النشر وساحر العرب وانتم ساحرين عقولنا، كل مره استعد 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 ولا شيء. شوف كيفاش هذا فانيك، هذا قطري وين تكلم وين قال لهم اسمه مالك هو ساحر العرب وانتم ساحرين عقولنا، كل مره استعد استعد ولا شيء. واكد كذلك واحد ساحر دكة دون نفاق، فهذا منشور فقط لجلب تغريدات فقط. هاك تشوف كيفاش الناس على بالك، هذه الصفحه كيما نقولوا حنا الصفحه تاع مانشستر سيتي باللغه العربيه راهم قاضبينها، يعني قاضبين اماراتيين باش يكون على بالكم، وحنا الناس راهم يروحوا يجيبوا منها ويهضروا ويجيب لك من ويقول لك شكاين 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 شكاين، ويجيبوا منها التصاوير ويجيبوا منها التاليه تاع يامس الاثنين، من حط لك حطوا التصويره تاع محرز يتريني، تحطها يتريني انا، هلا تحطها يتريني انا، حط واحد اخر اللي راكم 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 تجيبوه لانيفيرسير لبناتكم. أو فما في الخليج وكلش، من بنتو تلحق 20 عام باش تصنع الطريق، يروح يجيب لها 100 جوير في الموند، يعطيه كابات على دراهم ويخليه يبات جونغلي بالبولا. وين أشار كذلك هذا غيناس، اسمه غيناس هذا، وهو إماراتي من أحسن لعاب في الدوري الإنجليزي إلى لعاب يقتل به الوقت، بيب مدمر المواهب ومحرز ساحر دكة الاحتياط، وسخر عمور عليوي غوارديولا يساعد محرز على التقدم في السن وفقط، وأضاف هيثم يستعد للديربي لما راح يلعب فيها. عرفتوا هذو كاع إماراتيين، قالوا يستعد للديربي لما راح يلعب فيها. طلال احمد ساحر يستعد لتسخين الدكه. محرز مستعد للدكه مع مدربكم العنصري والاناني لعبكم والانانيين لعبكم. شوف كيفاش هو راه، شوف انتم راكم تتبعوا في هذو، رانا نقول لكم كاين واحد المصطلحات راكم تروحوا تدخلوا ومأمنين بهم، مأمنين بهم يا صاحبي، تقول على بالك راكم مأمنين بهم، راكم مأمنين بهم بزاف بزاف بزاف، والله راكم مأمنين بهم بزاف. على ذلك نقول لكم اليوم باللي محرز مؤامرة ضده، بالك راني في عام ولا بالك راني في عامين هكا قلت لكم يا ودي كاين واحد المؤامرة يسموها الماسونية، هي اللي متخليش اللعاب جزائري باش يربد راسه. انتوما قال واحد يقول لك شادخل الماسونيه شادخل من اش، انتوما راكم تهضروا فيها، علاه نقول لكم يا ودي تكذبونا وتعاودوا تولوا عن هضرتنا. على ذلك نقولوا اليوم باللي واش راه صار رياض محرز، رانا نروحوا نطيحوا على رسالنا مأمنين، اش يهضروا اش يقولوا اش يقولوا. وقلنا لكم واحد يجيب لكم، نجيب لكم جبت لكم بلي هذا الصفحه هي صفحه رسميه تاع مانشستر سيتي باللغه العربيه، راهم قاضبينها اماراتيين هما اللي متحكمين فيها دائما، في من اجل لايكات ومن اجل تغريدات ومن اجل منا ومن اجل باز وصعيب، خاص صعيبين عارفين العرب غادي يدخلوا يقراوا بالعربيه تجيهم سهله، بصح كي تروح الصفحة الرسمية باللغة الإنجليزية ما تشوفش هذه. علاش نشوفوا هذه الهضرة نشوفوها في صفحة اللي رانا عارفين شكون اللي حاكمينها؟ أنا واحد من الناس على بالي شكون اللي حاكمها،
حاكمينها الاماراتيين هما ربعه حاكمينها يمشوا فيها مشوا بيها يمشوا بيها بداو يديروا بيها ويعاوزوا يديروا بيها فتنه. يتلاقى مع زياش فتنه كبيره، يتلاقى مع النيني يديروا فيها فتنه كبيره، يتلاقاو محرز يتلاقى مع ليفربول يديروا بيها فتنه كبيره، يقصروا بيها. المهم خدمه تاع يهودي خدموها هما، هذه هي خدمتهم.